السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من عند الحمام. أنا ريتال أم الأبرياء، بربي حمام من 9 سنين. النهاردة هنتكلم بإذن الله عن علاج الحمام اللي قاطع بيض من فترة كبيرة، وعن علاج الحمام اللي بيبيض بيض غير مخصب، وهتكلم معاكم عن زيادة وزن الزغليل. الزغليل اللي بيكون وزنها ضعيف جدا، ما بنقدرش ان احنا نبيعها او حتى نذبحها في البيت. فبإذن الله الفيديو ده هيفيدكم جدا. وهتكلم معاكم النهاردة عن علاج مرض السلمونيلا او بعض الاسهالات اللي بتكون عند الحمام. تابعوا معايا الفيديو وهتستفيدوا منه جدا. صلي على النبي واشتركي في القناة، وبإذن الله هتستفادي جدا. هنتكلم في اول شيء عن علاج الحمام اللي قاطع بيض، علشان بيجينا عليه أسئلة كتيرة قوي من الناس اللي مشتركين في القناة ومن بعض أصدقائي. فتابعوا معايا الفيديو، أصدقائي اللي هم البنات يعني، فتابعوا معايا الفيديو وإن شاء الله هتستفيدوا جدا. أول شيء الحمام ليه فترة قاطع عندك ومش بيبيض. الأسباب فطريات وبكتيريا، وبتكون دهون متراكمة عند الحمام. أول شيء هتنظفي مكانك كويس. طب انتي ليه مش منظفة مكانك طالما انتي بتقولي نظف المكان؟ والله أنا عندي توأم والحمد لله 24 ساعة يعتبر معاهم، وعندي 2 غيرهم، فعلشان كده أنا مسمية قناتي أم الأبرياء، 4 أطفال أبرياء. ادي المقصد من اسم قناتي. بالفعل انا شايفاهم احلى 4 ابرياء في الدنيا. اول شيء هنضف المكان، تمام. تاني شيء هنجيب برشام اسمه بندكس من الصيدلية، هنجيب 3 برشامات وهنحطهم في المية في كوباية كده، هيدوب البرشام. هنجيب الحلة وهنغسلها كويس، وهنكب المية عليها، وهنحط عليها 3 لتر مية. الحمام هيشرب وهيستفيد منه جدا، وهيقتل الديدان اللي مانع الحمام انه يبيض، وهيقتل عنده ايضا الفطريات. مجرد 10 أيام هنلاقي الحمام كله اشتغل. كمان هنشتري خل التفاح، هنحطه لمدة 3 أيام في المية. خل التفاح بتذوب الدهون اللي بيكون موجودة في جسم الحمام، فالدهون كفيلة تخلي الحمام ما يبيضش لو وزنها زاد جدا. او شايفينه، بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهل البلد الكرام، انا ليا ساعة مستنية بتاع التغذية ده يمشي، اللي هو بيبيع لحمة وحاجات ومش راضي. وبعد كده عدى بتاع الانابيب. بعدك انا من خلال تربيتي للحمام 9 سنين، فلما الحمام بيوقف انتاجه بشتري فول وبعطي الحمام فول، وخاصة ان احنا في فصل الشتاء، فالفول بيساعد على انه يخلي الحمام يعنقد بسرعة ويبيض عندك بكمية كبيرة. هل ينفع استخدم الطريقة دي مع الدجاج اللي اغلب، او الفروج اللي اغلب في الصعيد اسمه فروج، في مصر اسمه فراخ. احنا عندنا اللي انتوا شايفينه ده الزغليل اسمها فراخ بتاعت الحمام، فانتوا عندكم لكم مسميات واحنا عندنا لنا مسميات. الزغليل اسمها فراخ عندنا، ما فيش حاجة اسمها زغليل عندنا اصلا. الزغليل دي تبع كلمة، دي تبع بحري. حطي لايك وصلي على النبي واشتركي في القناة لو انت جديدة عندي، فبإذن الله هفيدك جدا. فزي ما قلت لكم الفول مفيد جدا للحمام، بيخلي الحمام كله يبيض. هنرجع نكرر وصفة البندكس، برشام بندكس بشري من الصيدلية، هنكررها تاني بعد 15 يوم للحمام. كل ما نلاقي كل 4 شهور او 3 شهور، كل ما نلاقي الحمام وقف او قطع بيض، نرجع نكرر وصفة بندكس. العشة عندك نظيفة وارتفاعها عالي وفي تهوية والشباك مفتوح، وبتحطي كلفة متوازنة من شامي ومن جيدي ومن عدس ومن ملح، وبتأكلي كمون وبتدي انتينال وبتدي فلاجيل، حمامك مش هيبطل ولا مش هتلاحقي عليه فراخ، حتى لو الحمام كان واقف انتاجه نهائي. لو عرفتي تربي حمام بالطريقة الصحيحة وبقيتي 6 بيت شاطرة وفالحي، فالحمام زي ما انتوا شايفين هيتعبى زغليل صغيرة كده وحلوة. وقولي بسم الله ما شاء الله، شايفين دول فاكشين النهاردة
بسم الله تبارك الله. انا بفرح لما بدخل الغية بتاعتي وبلاقي كده يعني حاجة حلوة فاكشة كده، فده وشكم حلو النهاردة، فقلت اصور فلقيته قدامي فحبيت اوريه لكم. عارفين حتى حركة الزغلول كده انا بحسها يا سبحان الله فيها شيء لله كده جميل جميل الصغيرين، بس بعد ما يكبروا وبصراحة بيبقوا حلوين للذبيح يعني. لا حاجة تانية، احنا عندنا طبعا في مصر بنذبح اللي هي الفراخ اللي تحت الحمام اللي اسمها زغاليل. بعض الناس هتقول لي يا انت بتذبح الزغاليل ما لقيتوش حاجه غير كده تذبحوها، احنا عندنا في صعيد مصر وفي مصر نفسي بنذبح الزغاليل وحاجه جميله عندنا خالص، وربنا كمان محل الاكلهم. تمام، احنا هنعالج بعض الاسهالات. الاسهالات هنعالجها ازاي؟ هندي انتينال لمده 3 ايام وبعديها خلاص هندي يومين ميه عاديه وهنرجع للجلد. وهنرجع بعد كده في هنرجع بعد كده هندي فلاجيل. فتابعوا معايا الفيديو وان شاء الله هتستفيدوا منه جدا. زي ما انتم شايفين انا باكل الحمام مره واحده في اليوم، لكن لو تحته كميه زغاليل كبيره وبتاكل فانا بحط مرتين. حاليا انا لسه ما اشتريتش كلفه متنوعه، ويعتبر من اول ما ربنا كرمني بالتوأم انا لسه بات اهتم معاكم من اول ما فتحت القناه، والقناة بتاعتي جديدة. انا كان عندي قناة قديمة وبقبض منها والحمد لله، ولكن بصراحة جت ظروف اني انا وقفت الشغل عليها لما ربنا كرمني بالحمل بالتوأم. فالحمل بالتوأم يعني يعتبر تربيته صعبة جدا ومرهقة، وتخليك تأهملي في اي شيء، حتى لو عندك زرعة مش هتفضي ان انت تسقيها لو حتى كده في البلكونة، فبياخد كل الوقت. فمع الغلاء اللي احنا فيه وزيادة المصاريف وكمية الحفاضات واللبن ودروس العيال والغلاء اللي احنا فيه، قررت ان اربي حمامين تاني وارجع ابيع واستفيد منه في البيت وبرا البيت، اني ابيع برا واذبح منه للعيال وافتح قناتي وافيد كل ست بيت شاطرة نفسها تعمل مشروع كده صغير وخايفة. مشروع تربية الحمام مربح جدا جدا. اشتري لك جوزين ثلاثة كده لاحم او رومي او كنج، وان شاء الله هتربح منهم وهتعملي منهم دخل، وهتقدر تحطي منهم اي قرش على جنب يفيدك في اي ظرف طارئ عندك. هنتكلم عن بيض الحمام الغير مخصب. بيض الحمام الغير مخصب هندي 5 فلفلات من الفلفل الاسود للمتاية وللذكر لمدة 5 ايام، وهندي معاهم كمان نص لكل واحدة اقل من نص فص ثوم، مش الفص كله الكبير، لا دي واحدة منها صغيرة تيجي واحدة تروح ماسكة الفص كله وعطيها للحمام ويكتب نفسها ويموتها وتقعد تدي على ام الابرياء، لا 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 بلاش، هي حتة ثومة صغيرة كده كده فصاية منها صغيرة. بعد كده ايه هنجيب نعمل تحديقة. التحديقة انا من خلال تجربتي في تربية الحمام ممتازة جدا. هنجيب الحمار والفحم ونجيب رملة وشوية ملح ونعيمهم كده اصغر من الحبيبات الصغيرة، ونجيب كده كدي نعمل كدي طبقين ثلاثة كبار ونرميهم للحمام. وكمان يا سلام لو الكلفة دي والتحديقة تبقى موجودة على طول، الكلفة المتنوعة تخليها وتأكلي منها مرة الصبح ومرة بالليل ولما يكون تحتيهم زغليل، والتحديقة تبقى موجودة باستمرار. هتبقى جميلة جدا وتخلي الحمام كله يشتغل عندك. مجرباها في غية حمامة. طيب انت ليه لحد دروك ما حطيتيش لايك ولا اشتركتي في قناة؟ طيب ما اشتركتيش في القناة ولا حطيتي لايك ليه؟ فرحيني بتعليق وكومنت حلو، ولو عندك اي سؤال اكتبيلي في التعليق وهرد عليك. الاسهالات هنحط له انتينال لمدة 3 ايام، هنجيب كمون وكسبرة مغلية ونغليهم على النار وحلة كده مليانة، وبعدين نصفيهم ونحطهم للحمام لما يبقوا دافيين، واللي من جوه دول هنرميهم على الكلفة ياكلوهم عادي. صلوا على النبي واشتركوا في القناة وحطوا لايك لأختكم أم الأبرياء. يا رب يكون كل كلمة قلتها فدتكم. رب حمام رب حمام مربح جدا، ما تربيش بط هيهدلك البيت والسطح من كتر المية، لو عاملة ديكور لو ملونة لو في أي حاجة بعد سنة من كتر البط هتلاقي السطح وقع ونقط مية عليك من فوق. رب حمام جميل ونظيف جدا. الغية اللي انتو شايفينها دي بإذن الله هننظفها، بس لما ربنا يهدى علي التوأم ويهدى كده او ينام له ساعة، يا رب ينام بس ساعة، ادعولي ينام ساعة متواصلة.
وبإذن الله أنا همسك الغية دي.